شارك الرئيس الصيني شي جين بينغ مساء يوم السبت نواب وفد شانهاي للدورة الرابعة للمجلس الوطني 12 لنواب الشعب الصيني في مراجعة تقرير عمل الحكومة. بعد الاستماع لخطابات عدد من النواب، ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ خطابا أعرب فيه عن موافقته على تقرير عمل الحكومة بشكل كامل، وقال إنه خلال السنوات الخمس الماضية اتحد الحزب كله وجميع أبناء الشعب من كل القوميات في الصين وبذلوا أقصى جهودهم في دفع البناء الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي والإيكولوجي والحزبي، مما أدى إلى ارتفاع مستوى معيشة الشعب ومكانة البلاد الدولية باستمرار. وأعرب شي عن أمله في أن تأخذ شانغهاي بناء مناطق تجريبية للتجارة الحرة باعتباره فتحا جديدا لتعزيز الإصلاح على نحو شامل. وقال شي إن المهمة الأساسية لبناء مناطق تجريبية للتجارة الحرة هي الابتكار النظامي. وبشأن تنمية العلاقات عبر المضيق، أشار شي إلى أن السياسة الصينية تجاه تايوان تبقى واضحة وثابتة ولن تتغير بسبب تغير الوضع السياسي في تايوان، وسنتمسك بتوافق عام 1992 باعتباره أساسا سياسيا، ونعارض أي شكل من التصرفات الانفصالية الهادفة إلى استقلال تايوان، ونحافظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها. وأضاف شي أن إنجازات التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق بحاجة إلى الحفاظ المشترك من مواطني جانبي المضيق، وأن فتح مستقبل جميل مشترك بحاجة إلى الجهود المشتركة منهم أيضا، كما أن تحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية بحاجة إلى التضافر والعمل المشترك من مواطني جانبي المضيق.